بعد الهزيمة القاتلة للمنتخب المغربي بتنزانيا عادت الأوساط الرياضية والإعلامية بالمغرب للحديث عن إقالة المدرب رشيد الطاوسي للتأكد من صحة الخبر هذا اسألنا رئيس الحكومة المغربية عبد إله بن كيران سي بن كيران تو خبر إقالة المدرب رشيد الطاوسي شوف الله يرضي عليك السي حسن أنا رئيس حكومة راه رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم با يا سي بن كيران لكنك مغربي قبل كل شيء تفرح لانتصارات منتخبكم وتحزن الخسائر نتاعو كاين اللي يحزن درت لي تبوريش بهاد بيني وبينك بقى في الحلم اللي خسرنا مع تنزانيا. علاش يا سي بن كيري لو كان تفسر لنا ودابا ولات افريقيا كلها كتربحنا شحال هادي كنا كنخافوا من مصر ومن تونس دابا ولات حتى الموزمبيق والتنزانيا كيخلعونا مالا على حساب باش طالبوا بالاستقاله في الحقيقه انا شخصيا ما كرهتش كون غير خلينا غريتس نديرو بيه السبه ونقولو يا الادغال الافريقيه تكلمتوش مع حكومتكم في الموضوع هذا لا مازال غادي نستناو الماتش ديال الكوت ديفوار الا خسرنا معاهم انا غادي نعيط للطوسي ونقول ليه يدوز كونكور باش يلا يلقى ليه شي خدمه فهمتيني ولا لا شكرا ليك سي بن على التوضيحات هذه كل وحظ سعيد لسير جد